نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو عدوي التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أن القافلة تتضمن عيادات متنقلة بها كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، لافتا إلى صرف الأدوية بالمجان. قافلة علاجية وضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة بقرية أبو عدوي مركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف في المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة. قافلة علاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئيسية، وبنبتدي الإعداد للقافلة من قبلها بفترة عن طريق تحديد الاحتياجات الصحية للمكان وإيه اللي احنا محتاجينه عشان يبقى متواجد، سواء كان عيادات أو تخصصات العيادات والأدوية والمستلزمات ومستلزمات المعمل والأشعة اللي هتقدر تقدم الخدمة اللي احنا عايزين اللي هتخدم القافلة. بنقدم القافلة الطبية، كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة الطبية بتتقدم بشكل مجاني للمرضى. المرضى ما بيتحملوش أي تكلفة من خلال القافلة. بيجي المريض ممكن يكشف في حوالي 4 تخصصات طبية مختلفة على مدار القافلة. القافلة فيها حوالي 12 عيادة تخصصية معاها صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. موجود كمان معانا أشعة عادية وأشعة إكس راي. الخدمة اللي بتقدم في هذه القافلة خدمة مجانية تماما، بداية من صف التذكرة للكشف لصف العلاج للتحاليل والأشعات اللي بيعملها المريض داخل القافلة. في إجراء تماما كمان بيتم جوه القافلة، إذا المريض احتاج يكمل فحوصات خارج القافلة أن إجراء عمليات جراحية أو حاجة بيتم تحويله عن طريق لجنة التقارير الطبية علاج على نفذ الدولة من داخل القافلة إلى المستشفيات وزارة الصحة لإجراء هذه الفحوصات واستكمالها أو إجراء العمليات على نفقة الدولة. بشكي من البطن وكشفت، الكشف ممتاز والمعاملة ممتازة والعلاج ببلاش، وبنشكر طبعا كل القائمين على هذا المجهود الرهيب اللي بتقوم به وزارة الصحة.